طيب الفيسبوك، الفيسبوكيون المغاربه اثارت السخريه ديالهم هذا القاموس هذا المغربي ديال اللغه الدارجه، في نظركم هذه السخريه هذه هو السبب، هل القاموس في حد ذاته او التعابير اللي كانت في القاموس؟ يا اخي ما كاينش تعابير، التعابير مزيان نضحكوا شويه، هذا الواحد ما خصو يتعلم في القاموس يضحك شويه، والحياه لما كانش فيها شويه ديال الضحك وشويه ديال الثقافه الشعبيه ديالنا فيها الضحك، الثقافه فيها الضحك الحمد لله، الثقافه الشعبيه ديالنا ماشي البؤس فيها، المغاربه اللي يشعروا مساكن بؤسين اما بالفقر في الفقر او التربيه اللي اعطيناهم في المدرسه ماشي هذيك، او القيم نساوها، القيم تنهضروا عليها ان امثال فيها القيم ديال الشعب المغربي وماشي ندافعوا عنها، وعندنا قصص وعندنا الملحون وعندنا كثير من الاشياء، ما نساوش الناس اللي كانوا تيغنيو باغاني بالدارجه بالعرج مسكين كتب هذا الشيء وصديقي وناس كبار في المغرب، الدارجه هي اهم حاجه في الحياه ديالنا وفي الهويه ديالنا وفي التاريخ ديالنا، اذا خصنا نحترموها ونعطيوها ويكون هذا القاموس هذا، هاد الناس اللي تيضحكوا ما قراوش القاموس، ما يبداو يضحكوا هكا، تعرف المغاربه شافوا بعض الامثله في الفيسبوك ما قراوش فين شويه مثلا ما خرجش الله يعطيهم الخير، لا شافوها ما في فيسبوك ما عرفتش كيف شافوها هما، يمكن شي واحد هو هم، المغاربه دائما يحكموا على شيء قبل ما يشوفوه، وهذا الشيء كاين عندنا هذا الشيء في المغرب الحمد لله، بارك الله علينا، خصنا نكون الذكاء ما عرفتش من جال هاد الناس هادو ديال اللي تيخدموا في فيسبوك، انا تنطلب منهم بكل حريه يقولوا اللي بغاو، ولكن يقولوها بجديه ويعطيو اقتراحات. وحنا باش نسمعوا لهاد الناس تنحترمهم لانه المغربي خصو واحد الحريه التعبير وهادشي ديال الانترنت عطاه الامكانيه باش اذا مزيان ولكن خص كل واحد يكون جدي وكلنا نبنيو واحد المجتمع اللي يتطور ويكون احسن من حنا دابا.